قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وما تنسوش ديروا جيم. باش يضحكوا ويتفلوا ويحيدوا غم على قلبهم، ماشي باش ينوضوا الصداع والمشاكل. شتي اللي بحالنا، اللي بحالنا حنا يفوتوا الحفلات، يفوتوا الحفلات حسن. علاش؟ شنو درنا باش نوصلوا لهذا المستوى؟ ما عرفتيش علاش؟ لا كضحك عليا، بغيتي تدوخني ياك. انا علاش غنضحك عليك وعلاش غندوخك؟ علاش؟ سمعي راه تبغي نقول لك واحد القضيه. شتي الا كان غير داكشي اللي في راسك راكي غلطه وغلطه بزاف. لا سيدي لا ما غلطاش، لان هادشي شفتو بعيني وسمعتو بودني، حتى حد ما قالها ليا. شنو شتي وشنو سمعتي؟ شتيني كنقول الصواب وتنقول الكلام ديال المجامله، ويا حسره هاد السيده دابا انت اللي كتهضر عليها، رانا سبق لي قدمتك ليها في الاداره، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ لا خويا بزاف 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 على الصواب وبزاف على المجامله، تعديتي المجاملات ليه؟ على ما شتي راسك كيفاش كنتي كتشوف فيها؟ عينيك كانوا غادي ياكلوها. شوفي انا الله يخليك ما عندي ما نشوف، بعد مني عصبتيني، بعد مني الله يعطيك السر. اوف سير خليك انت على خاطرك، خليك انا ما عنديش الوقت باش نبدا نهضر في هاد المواضيع الخاويه، خليك لالا حتى تقتنعي على خاطرك. صباح الخير. البارح نسيتي بوحدك مزيان؟ ماشي شغلك. انا بعدا نحس مرتاح مع راسي، مع صداع الحفله والهراج اثر لي على اعصابي تحدوده. لطيفة كون غير داروا الحفلة الجمعة ولا السبت كون راه سمعنا نازلين كاع غنوضو مكان. أنا عارفك معلاش هاكا معصبة، حيت دابا أنا فطرت بوحدي وخليتك، بالحق أنا غادي نخلص الحق، ودابا أنا غادي نفطر معاك كنونسك خولي شوية داتي. كبر راسك، لا يدك عندك، أنا غادي نفيق إيمان. شتي منين ديال المسيمي ما هكا انا هاد اتاي ما غنجربو شي، انا غنهبط للطوموبيل وانت غادي تسالي خلطه عليا وما تعطلش. غير سير حنا تابعينك. ايمان ايمان يلا لطيفة غير راح نتعطلنا وانا كرهت الله يطبيع العذاب. ما تعطلش ولا تطلع. ماما صباح الخير. ياك لاباس مالكم تعطلتوا؟ غير سكتي يا ماما، كنا البارح في واحد القصاره الهلي عيدها عليا. ياك لاباس من بعد نعاود لك. الله ماما لا عييت وقتاش تسال عليا هاد العطله. خلاص تعذبتي يا الحبيبه ديالي، قضي عمر العطله وما يجي منها. لالا انا كنصبح على الزين لالا ولالا وعلى هاد الزعوريه والبيوضيه، غير كتفكرني غير في الله يرحمها. صباح الخير عليكم. صباح الخير سير. اجي اجي بوس 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 خالتك بوس. وانا مشيت راه عبد اللطيف كيعايني. خليني من عبد اللطيف داك خيب الصيفه. قل لي نعم كيش دات القصاره البارح؟ ويلي ماما واش دابا وقت القصاره يا ماما؟ رانا مزروبه. ايوا وشنو غتخلي لي راسك يحرقني؟ لا ما غنخليش يحرقك، عشيه نجي نعاود لك. باي باي عليكم. مالهم عاوتاني ياك ما كاين باس؟ وانا عارفه على هي فراتو ليا ولا عطاتني خيط من مخيط خلاتني معلقه. وسير سير سير نفطر. يلا الجامع جاب العشيه. صباح الخير اختي. صباح الخير. إلا سمحتي عافاك بغيت نسولك. واخا ما كاين مشكل. ما جازك بخير، ما عرفتيش رجعتكم فين مشات؟ مسموح لك كندوق ما جاوبني حد. هادي واختي ديك النهار هدرت مع ماما قالت لي أنها مسافرة. هادي عمتيني مالك؟ يا اختي جاية نجلس عندها وهي دابا مسافرة.
علاه منين انتي؟ انا ساكنه بعيده وما عندي دابا لا فلوس لا فين نمشي لا والو. واش غادي نقول لك؟ انا اختي دابا مزروبه، مشى عليا الحال الخدمه، ترجعي في العشيه انا غادي نرجع عندي بنتي من عند ماما. رجع اختي رجع، ما عندي فين نمشي، رجع وبلاتي. عندي شي حاجه هاكي؟ لا 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 عافاك الله تكسر واوا غير شدي باش تقضي حتى العشيه ونطلعها. الله يرحم والديك اختي. لك يلا الله يعاونك. انت عاوتاني تعطلتي، بغيتي تسمعينا الهضره من عند المدير. واه طلعتنا غير واحد البنت كانت تسول على جارة ماما. ولا تبان لنا جنود البنت اللي بقى كنتسنى هنا. وصافي سيدي ما كاين مشكل، غير البنت بقات فيا. ايوا مالكم واقفين هنايا؟ كان عينوك اش تعطينا؟ لونترينور باقي ما جاش؟ يا ولا اللي عندك الزر، حتى هو مازال ما جاش. كيف ترانو ماشي من عادته؟ ما كان دابا جيت يا صاحبتي. اختي ما فقتش بكري، جيت حتى لنا عاد بدلت حوايجي. اجي بعدا، قولوا لي، العرس ديال زينب ما غاديش تمشي ولا؟ شكون زينب بعدا؟ وي هذيك الخدمة في البيرسونيل. كاع ما في بالي انا والو. لا لا قالت لك هي في حقها ما عضتش على كل شيء، لان هذا الزواج غير جو ونزل، العريس غادي مزروب مسافر. قال لك لا لا كيدير التجاره في هولندا وغتسمع في خدمتها. واختي سعداتها والله الا انا تقهرت، ما حيلتي الخدمه، ما حيلتي الدار، ما حيلتي الايمان اللي جالسه ليا من ليكول. هي حتى انت جالسه بلا خدامه. بلاش اللي جات كدير ليا زبله قد راسها. ويلا شوف المدرب واش جا. يلا يلا مشي. يلا يلا. لا انت صاحبتي ما عندك مناش تشكي، خدامتك غزاله شهوه منها. صاحبتي انت نسيتي؟ اش بعدا فكرتيني؟ اش درتي مع هذيك الخدامه المعكزه ديالك؟ بصح شنو درتي معاها؟ صيفطتها لي وتنيت منها. في الحقيقه ما بقى عليها من تعود. ايوا بحالي قابلوا ديوركم وما تخليو حتى بنت المراه تدخل عليكم. على حنا بحالك؟ انتي تبارك الله عليك، انا بعدا اختي عييت ما بقيتش قاده تقهرت. حتى انا زيديني عليك. شتو البنات؟ ايه هاد الصباح وانا خارجه من دارنا تلاقيت واحد البنت كتسول على واحد جارتنا مسافره، قالت مسكينه ما عندهاش فين تمشي. درت نتلاقى انا وياها في العشيه وها هي جابها لك. الله خدي يا اختي خدميها عندك. ويلي غتدخلي لدارك وحده ما كتعرفي لا اصلها لا مفصلها لا والو. لا لا هذه باين عليها مسكينه درويشه. وكلهم في الاول تيكونوا دراوش ومن بعد يا اختي كيفرعنوا. قالت لك ما عندهاش فين تمشي، مقطع بها الحبل. واختي جربيها مالكيش غتخسري. شيش غادي ندير؟ هاد الليله غادي نخليها عند ماما وهي اللي غادي تعطيني اخبارها. ها المدرب جا. على سلامتنا. لطيفه الا كنتي غتعطلي انا نمشي نخدم شي شغل ونرجع. انت خصك غير فوقاش تهرب من ماما، حتى هي سيدي ما عندها ما دير بك. اه لطيفه واش انا جبت لك شي ماما كل امك؟ غير بدل انا قلت لك عندي شغل نمشي نخدم ونرجع. عارفه اش من شغل سيدي كاين دابا؟ الله يهديك يا لطيفه الله يهديك. عافاك انت ديما عزيزين على المشاكل، انا غنغبر خمسه ديال الدقيق ولا 10 وغنرجع. لا خاي ما عزيزينش عليا المشاكل، سير جلس فوق مرش قلت لك رجع، غير من ترجع كلاكسوني ولا دق وغادي نخرج. الخير ما يتسالك شي بقيتي كتعينيني. هو الكلمه هي الكلمه. ويلا تبعيني للدار. حبيبة وديالي غير ما الله يرحمها في البيضة والزعورية. هالمي ما جات. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلتي عليا ماما. يا اختي يا حبيبتي يا بنتي الخدمة اختي الخدمة. ماما؟ ياك ما إيمان دارت لكم الهاج؟ لا ما دارت. شكون هذيك؟
هاد البنت جات عند المرا جارتكم اللي في الدوره اللي قلتوا لي مسافره. اه عبوش ملي ما لقاتهاش ما عندهاش فين تمشي. ايوا شنو باغيه تخدم؟ ما عرفت ما سقسيتهاش. اجي انت مع ملالا باغيه تخدمي؟ انا بغيتها الشريفه. شنو سميتك بعدا؟ سميتني الزهره. ايوا وعبوش اش كتجيك؟ هي خالتي كنت عواله نقضي عندها شي يامات ساجيت وما لقيتهاش. ايوا وملي ما لقيتيهاش شنو ناويه دابا ديري؟ في الحقيقه ما عرفتش هي اللي عندي في هذه المدينه. اجي تبقاي معنا حتى تجي خالتك؟ ما كرهتش الا بغيتها الشريفه. شنو ظهر لكم؟ انا في نظري تبات معنا مسكينه هاد الليله ومن هنا غدا يحن الله. ويلي يعطيك ضر فين غنديروها؟ ماما ويلي ماما على قله البلايص. تبقى معنا غير هاد الليله. ايوا يكون خير ملي تجي غدا تجيب ايمان غرد عليك الخبار. وسير تجلس سير. وداك خيب الصفه ديال راجلك فين هو؟ ها قال لك عنده شي شغل. كيتو هو وشغلو خايف مني خايف يدخل الدار لان ما كاينش اللي عايقلو تحرم يد ديالو قدي انا. ايوا الحمد لله اللي قلتيها فمك. اسكت انت الله يغصبك انت ديما كتجي منه بحال اللي متاويه معاه. ماما وها نتوما لا تشديتو عاد انا غادي نمشي بحالي. صافي هادشي اللي عجبك هانتي غادي تجري عليها دابا. صافي ها هو جا هو كيدق في الباب. يلا السلام عليكم. ذكر هذاك وجدلو هذيك. ها لطيفه قل له المحبه راه هي متبادله الا كان هو كيبغيني حتى انا كنبغيه والفهم يفهم. وخلاص ماما حتى انت ها شوفي غادي تباتي عند ماما هاد الليله وغدا يكون خير. واخا لالا ماما كي هو تهلاي معلوم غيكوني هاني اختي. لا لطيفة كي دايره؟ لاباس هذيك الغزاله. كي دايره لاباس عليك؟ شوفي عمو اش جاب لك هاك. شكرا عمو. الصحه الغزاله. صحه مين عامل لاله؟ شفتي شي سلعه جديده؟ شفتي لاله الفرماج وجد كاشير وبسكوي وواحد شويه ديال المايونيز. وخلي لي كره الفرماج كبيره والبسكوي هذاك اللي كتبغي يبان بنتي. واه عليها لاله هنا شويه يكون عندك. واخا ونوصيك المره الجايه جيب لي الرز والزبيب والبرقوق. عندك ينسى الشكلاط ديالي الشكلاط ديالي انت الاولى انت الاولى هذه المره. والعسل داك الماركه المزيان. واخا لالا وحسب كل شيء وجيب لي الحساب. وعلي يلا ما سولتش على السي عبد اللطيف. كي السي عبد اللطيف؟ لاباس بارك الله فيك. لاباس سيري الله يخليك. سلم عليك الخير. يا المسرارة يا حسرة يا المسرارة. الله صافي سجنتي في الكوزينة وتهنيتي. إيوا شنو بغيتي نبقى حطة قدامي كانت منظر فيها؟ واش تيلي البنت كي دايرة؟ ويلي كنتي كتعيني في لطيفة غير تجيبها لك. إيه باش تعاوني ما شتي شي حالتي كي ولات ويديا كي ولاو. انتي ولطيفة ماما طبع واحد ومالو كي جاك طبعنا حنا في عالله شهوه منا. دابا كي جاتك هاد البنت هادي مزيانه؟ ايوا اش غنقول لك هي من ناحيه مزيانه راه مزيانه ومدروشه ولكن بنادم هذا ما تعرفش شنو تحت راسو الله اعلم. انا راه ما بقيتش نثق فيهم. لا 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 ماما انا كتبان لي بنت الناس وحتى لما بغاتش لطيفه ناخذوها حنايا. شنو نديرو بها لالا؟ ويلي ويلي كثيرة كثيرة سناء ومجهدة علينا. لا شوفي غير داك الكرداسة وما دارت فينا عساك هادي. لا اختي لا نخاف منها نخاف على راسي. لا 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 ماما شوف ما عندك مناش تخافي باينة فيها بنت الناس وهاد كاع شغلات الدار غادي تجيك على قانتك. غادي تجيك على قانتك انت. هي فهمتك
فهمتك يا الفنيانه، انت اللي ما كتقدرش تحطي يدك حتى في الماء البارد. ماما صافي بدينا فيها عاوتاني. دابا هضر هضر لينا معاها وشوفها وميزها وعرف راسها من ساسها. اييه ما نخافش عليك، تولي حساسيه في الخدامات. اييه اييه غنهضر معاها وغنميزها وغنشوف معاها من هو وانت غتشوف. وحتى لما قدرتيش على هذه المهمه خليها لي انا. اين مهمه؟ مهمه البحث والاستنطاق. الاستنطاق دخلت عليك بالله لما نضرق عليك مرتك. سير تسات حدات عاوتاني واصبك. بسم الله الرحمن الرحيم، كلكم كتسعروا مني. صباح الخير. صباح الخير فين البنت؟ راه خليتها مع سناء. ايوا جلس جلس تفطر. صباح الخير على داك سمحتي. لاباس لاباس. انا في الكوزينه انا بغيت شي حاجه. نكمل لك؟ لا لا ما بغيتش. بابا فاق؟ لا مازال. أمدرا ماما شنو ظهر لك فيها؟ ايوا واش غنقول لك يا بنتي، ما نكذبوش على الله، باينه عليها درويجه وداخله سوق راسها، وليني دخلني يعلم بها الله، ومن هاد الشيء كله حضي راسك. لا 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 غير كوني هانيه، انا من هاد الناحيه راه ما توصيني، حافظه صوري عارفه اش كندير. اليوم ما كاينه ثقه لطيفه بنتي، ما كاينه ثقه، عاودني منك. ويلي يا ماما انا بغيتها غير هاد الشهر، غير نشد الكونجي وتحل المدرسه وصيفتها بحالها. وغير هاد الشهر وحدي راسك منها. ما سمعتيش على شنو وقع البنت الحاجه السعديه مع الخدامه؟ هي كانت خدامه حتى ولات لها شريكه. اه ويلي يا ماما على انا هي بنت الحاجه السعديه، هذيك راه كان بوا غير ما كتعرف تصرف. وشتي البنت بعدا كي دايره؟ كي ضاربه على العين. اي والله يحضر السلام وصافي. قل لي بعدا قلتيها لك خيف الصفه ديال راجلك؟ شافني معاها البارح ولكن ما عرفتش واش غادي نديها ولا لا. انا بقى كنقولها لك، انا باريه منك، اللهم اني قد بلغت. الراجل عندك عينو كيغلي. وماما وماما واحد غادي تدخلي لي الشك وغادي تدخل عيني، عارفه شنو كندير وحاضي يا راسي. واخا لا يلا المهم انا غادي ندوز وفي العشيه غادي نجي ناخذها. واخا لا وصافي صافي غير تهني. واخا لا يلا سلامه. بالسلامه. سلامه الله يحضر السلامه. البنت انا ما كتسول. كتسول على السيده ساكنه هنا خالتي. خالتك هو خاتك راه شحال هي مسافره. ما عرفتش كنت تجي. لا ما قالتليش، ولكن بحق وصاتني قالت لي الا جا شي حد سول عليا قول لها مسافره. طولات بزاف. ايوا انت خالتك وما عرفهاش مسافره؟ ما علمتنيش حتى جات وتفاجات. وعند من جالسه دابا؟ جالسه عند حاجه خدوج. حاجه خدوج. يا لطيف يا لطيف، هذيك المنسوسه ثاني. شوفي حيت جي خالتك ونصيفطها لعندك. الله يرحم والديك اختي. وليتي شنو شنو سميتك؟ اسمي زهرة. شرفي. سلام. سلام. أمدرا كي درتي مع البنت؟ وهاد الساد الصباح عند ماما قالت لك درويشة يمكن تعاشر. وزعما ماماك غتقدر تعرف البنت من ليلة وحدة. ماما كطيرهم غير من عينيهم. ايوا اختي حتى راس بنادم ما تقدريش تعرفي شنو كيدور فيه. على انا غادي تجلس معايا دائما؟ انا غير هاد الشهر على بال ما تدخل ايمان بنتي للمدرسه الله يعاونها. حقا فكرتيني، فين امينه؟ حنا مازال كنهضروا عليه، مشات هي للعروبيه قالت لك غادي تقلب على خدامه هي وراجلها. عاوتاني. وانت كتشوفي. تبعيني نوريك فين غادي تجلسي. اجي. شوفي حوايجك ديرهم في هذا البلاكار هذا، انت عندك الفوق وعندك التحت. واخا لا الله يخليك ما تخرجي حتى نعيط لك. واخا لا فكرتيني، الا عيط لك عبد اللطيف راجلي ما تجاوبيه ما تخرجي عنده حتى تسمعني انا عيط. تفهمنا؟ واخا لا لا وانت ارتاحي مع راسك. على خاطرك درتي اللي بغيتي وبلا ما تشاوري معايا. يا سيدي علاش غادي نتشاور معاك؟ الخدامه جبتها باش تعاوني في ايميل اللي جالسه من المدرسه. الله يطيب الله يديك، ما عرفتي لها شكون هي ولا منين جات، ونديروا هاد الخدامه خرجت لك بحال الاخرين اللي ما تدخلش. يا سيدي تصدق ولا ما تصدقش، ما عندي ما ندير بها غير هاد الشهر والله يعاونها. غير انت يا خويا عبد اللطيف اعطيها بالثقه.
نعطيها بالثقه. اها دابا انا ما بقى عندي راي في الدار. يا سيدي الراي كله ديالك، غير في مساله الخدامه انا مزوقه فيك، اعطيها الثقه. يا هذه واحده اخرى تقلقتي. لطيفة؟ سميتها هاد البنت؟ وعلاش بغيتي تعرف سميتها؟ لا بغيتي تشرب. واخا إلا بغيتي الماء غادي نجيبك تشرب. ويلي علاش غتعذبي راسك؟ ياك البنت كاينة؟ البنت حسبها ما عندناش، بغيتي الماء أنا غادي نجيبولك. أمرا تصدات، ويلا تصدات. شتي ديك البنت؟ ديرها زوها كا في ودنك، أنا غير خليني نقرا. هاك هالما الا بغيتي شي حاجه اخرى قولها ما حدي واقفه. انا بغيت غير نعرف علاش كتصرفي معايا هاد التصرف، واش ما تيقاش فيا؟ فهمها كيف ما بغيتي. وعيبه الله، واش الخدامه بنت معايا في الدار ما نعرف سميتها ما نعرف شكون هي، ما تسخر ليا وهضر الحماق بعيني. هادشي اللي كاين، الا بغيتي شي حاجه قولها ليا وانا نجيبها لك. اش بغيتيها وعلاش بغيتي تعرف سميتها؟ هي شي حاجه تحط راسك. وعيبه الله عيبه الله، واش هاد المره عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ ما عنديش. شحال من مرة قلت لك وعاودت لك أنني ما عنديش ثقة في الرجال. وعيب الله، دابا أنا مدة ولا مجوج أنا وياك وما تيقاش فيا، بمعنى هادشي راه تيخرج العقل هذا. ماشي شغلي ما كيهمنيش. لطيفة راكي زدتي فيه، وراني غنتصرف معاك شي تصرف اللي ما غيعجبكش فيا الحال. أش بغيتي دير؟ شنو وجهك كاع؟ عندك صحابك كنخاف منك. نسي ميمة. انا لا ما تخافي مني ما نخاف منك، غير اعطيني اتساع انا غنعس هنا. وعلاش؟ يا لا علاش بغيت نرتاح فيها شي حاجه؟ هادي هي اللي ما غاديش تكون لك. واش حتى هادي نويتي فيها شي حاجه؟ قلت لك ما غاديش تنعس هنا، غادي تمشي تنعس بيت النعاس. لطيف لطيف انا مزاوق فيك، الله يخلي لك امي مسكين اللي كتجي منك. الا ما بعدي مني عطيني اتساع خليني نرتاح. قلت لك لا ما غاديش تنعس هنا، غادي تمشي لبيتك وتنعس حتى انا قلتها لك. الله يعطيك الستر الله يعطيك الستر. اخ غنمشي نعس بيت الناس. خوك شرويطه عاودت لك نشتغل انا غتسطيني ولا تركب عليا الحماق. حلت عليا رجلك؟ لطيفة نوض تمشي لخدمتك. خليني بغيت نعس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نوضي هذا وقت خدمة. بعد مني بغيت نعس شوية. يا ومصيبة هذه يا عباد الله، شوفي ها أنا غنمشي نفطر بوحدي وأنت ملي تفيقي فيقي معك البنت. فيك عامل نعسي شغلك هذاك؟ صباح الخير أشريف. صباح الخير. هي على البنت اللي جيت نقص معاكم. مرحبا بك. مرحبا. الله يخليك بغيتك تجيب لي الفطور. واخا سيدي. شوفي غتبدا عند البقال اللي لتحت وتقولوا لي عيد الله يعطيك واحد جوج كميرات ياك و 200 غرام زبده و لتر الحليب. واخا سيدي. انت غير تفضل لتحت دور على يدك اليسار راه هو اللون. كون هاني عارف. صافي الله يعاونك. صباح الخير. صباح الخير اسيدي. انت جديدة عندنا في العمارة؟ ايه علاش؟ لا حيت ما عمري ما شفتك هنا وصافي. جيت عند هاد الناس اللي ساكنين هنايا. هنا عند لطيفة؟ ايه. هي خدامة عندهم؟ لا ماشي خدامة، هي جايبيني مؤقتا نجلسو مع البنيتة الصغيرة. كاك ايوا لا مرحبا بك عندنا في العمارة. الله يبارك فيك. اجي بعدا ما قلتيش ليا شنو الاسم ديالك؟ اسمي الزهرة. الزهرة غزالة تسمية عندك، وانا حميد.
تعيطوا لي الشمال. تشرفين، راني مسخرة عارفه. لطيفة منين ديال هذه التمنية؟ شنو؟ التمنية منو وين تمشي خدمتك؟ شحال قلتي؟ وا التمنية عجبك الحال؟ عجبك الحال خليتني بلا نعاس. أنا خليتك بلا نعاس ياك أنا عطيتك التيزاع. زهرة زهرة من فين مشات هادي؟ اصبر هي جاية. ها هي جاية. هاي فين مشيتي؟ مشيت نتسخر انا. لا شكون سخرك؟ صيفطني عزيزي. عزيزي سير دي داكشي الكوزينة سيري. يا قلت لك خرج سوق البنت، علاش بغيتيها؟ لا سخرتيها، باغي تحداني ياك؟ لا لطيفة مالك مسيمي، ما مالك؟ علاش غنتحداك؟ انا خرجت في الصباح لقيتها قبالتي صيفطها تسخر، هادي عش فيها من عيب. لقيتيها قبالتك ما تهضرش معاها، خوي لها الطريق اش بغيتيها. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شتي انت انا غنمشي لكم لداركم وغنهضر مع اختك لان هي الوحيده اللي كتفهمني في ديك الدار. غادي نمشيو بجوج، وحتى انا غادي نهضر مع ماما لانها بصح هي اللي كتعرف توقفك في طريقك. اويلي اويلي على الراجل لقى لي فاش يتسدها. واخا واخا دابا نشوفو. خوك شري ويطا. انا الخدامه ما جبتهالوش، جبتها تعاوني في البنت اللي النهار كامل وانا غاده بها مجال عندكم، وزيدون ما عنده بها غرض، ما يشوف فيها ما يسولها ما يسخرها. اولا ماما اسمع انت، هاد الكلام اللي كتقول البنت كله عندها فيها الحق. الخدامة اعطيها بالتقار، ما بينك وبينها شي ولا راني غادي نعرف شغالي معاك. وانا علو الشيطان واه؟ واش البنت جالسة معاها في نفس الدار وما يشوفهاش وما يعرفش حتى سميتها؟ هذا راه خرج على العقل هذا. سكت انت سكت انت الله يغصبك. وقولي هلو مثلا الله يخليك، راه انت الوحيدة اللي كتفهميني في هاد الدار. ها هادي جاتك على كانتك، بغيتيها على ود كدير لك خاطرك في كل شيء. دايره لي خاطرك؟ شنو كتقصدي على الخدوج؟ ايوا انت عارف ماما اش كتقول وكتفهم قصدها مزيان. دخلت عليك بالله الا ما صبر، راك مولف على طبعهم وحتى انت ما تبقاش داير راسك فيهم. انا هلا لا كيفاش جيناك اه حماق؟ كان ضربو بالحجر اليوم اللي قال الحق كيتسمى حماق. والله الا تهجروا على ايامكم ان شاء الله. اي أيوة والله يبقى يستر. دابا مالكم على هاد الصداع؟ اسيدي الا ما فهمتوش على الخدامه صيفطوها عليكم وتهناو. انا هاد الخدامه راه ما بغيتهاش غير مبزاها على راسي. عباد الله فهموني، رانا عندي الغرض بها غير هاد الشهر. انا طيفه مني هاد الخدامه عندك بها الغرض غير هاد الشهر، علاش منوضه هاد المشاكل على الخو الخاوي؟ واش عباد الله انا هاد البنت هادي باغي نشوفها ولا نهضر معاها لله في سبيل الله؟ اولا ديك النيه العوجه اللي كتنوي فيا. شتي بصراحه هادشي اللي كديري ليا راه كيسيء ليا. ونقول واحد القضيه، انت راه ما عندك ثقه فيا. على اليوم كاينه شي ثقه في الزمن ولا في الرجال؟ صبر 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 صبر. قلت يا سيدي باغي تلقى حريتك في الدار، باغي تشوف خدامه وتهضر معاها وتشوفها غدا ما جا قدامك. ايوا جاوب، قول 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 شي حاجه. انا الخدوج، انا راه باغي نشوف بحال اللي كيشوفوا عباد الله. صافي صافي يا سيدي، ما كاين حتى مشكل. صافي ويلا اخويا يلا نشوف حنا. ايوا ها ها انتما لقيتوا الحل. سكت انت الله يغصبك. قولي انت اشنو ناويه تعمل؟ غدير له خاطرو في داكشي اللي بغاه. ومالها ماما الا دارت له خاطرو؟ خليهم بيناتهم. اويلي سكت انت الله يغصبك. ماما ماما صافي صافي ويلا نشوف حنا، راه البنت كرة قتلت راسها بالبكا. قولي نعم اشنو ناوية تعملي؟ علميني ماما ومن بعدو غادي نقول لك. سنة اللهم الله اختي هادو اش تيدبروا ليا. باغي ساعف ساعف اخويا عبد اللطيف. اش نقول لك؟ الله يخرج الطرح بسلام. ماما وبسلامة هاد الساعة. سلامة. ما عندك زهر، بحالك بحال امك.
قالت لي مزربه فين غادا؟ غادا غير هنا المدينه ورجع. امينه درنا معها تخلط علينا. وتسناوني انا جايه. حتى انت ما تعطلتيش فين مشيتي؟ الخدامه اللي عندي ما عندها ما تلبس ومشيت الريكلام خطفت لها شي حوايج. وزعما هي غترضى لك بحوايج الريكلام؟ وعلاش اللي ما ترضاش بهم؟ يا اختي كاين شي وحده كتشرطو كتقول لك ما تشري غير من الموضع اللي كتشري منه مولات الدار. ياك وملي تشري من الموضع اللي كتشري منه مولات الدار غتزين في عينين مول الدار وتاخذ بلاصه مولات الدار. ايوا عندك الحق والله الا كيما درتي معاهم كتحيري. هاي امينه انت اهلا اهلا ويلا راه كيعينونا الهد يلا. ايمان مساء الخير عليكم. مساء الخير. هاد البنت اللي جبتو ما كتلعبش معايا مزيان. والله كنت فيزي والله شتي بنتي اللي كتزوني بحال كيلعبوا معايا كتقدو. وسير سير مع باباك للصالون انا غادي نجيب القهوه ديالك. اجي اجي معايا للبيت. واخا هاد الحوايج رانا شريتهم لك على شهوتي نبغيك تلبسيهم هاد المده اللي انتي معانا. واخا لالا الله يكثر خيرك. شوفي الا لبستيهم وعيط لك عزيزك يمكن لك تخرجي. واخا كوني هانيه لالا. وا قيسيهم شوفهم كيف غايجيوك. واخا مع الخدامة عطيتها شي حوايج تقيسهم. المهم عافاك جيبي لك حيوانة في البيت. واخا غير سير انا غنجيبها لك. لطيفة لطيفة افين هاد القهوة؟ ها القهوة غتجيبها الخدامة. الخدامة؟ اه مالك جاتك عجوبة؟ يعني ماشي وعدتك. ماشي وعدتك قدام ماما انني غادي نخليك تبقى تشوف الخدامة. الزهرة الزهرة لطيفة. آه. لهاد الخدمة سميتها الزهرة. اه كي جاتك؟ واش نقول لك المهم سمية لطيفة وحلوة وكتفكرني في سمية خالتي كانت عزيزة عليا الله يرحمها. هاديك البنت هادي تعرفين هي بخواتين هاديك خواتين امسي ميمة. هاد البنت زهرة هانتي ها زيد السنية وجيت بعيني. كيف جاتك؟ ويلي شكون اللي دار بنت هاد الشوهة هادي؟ على هادي جاتك شوها؟ هادو ما يكونوا غير في عائلة كان مسيميمة. سيري حتى القهوه. ياك قلتي بغيتي تشوف الخدامه وها هي قدامك شوفها الشبع فيها شوفان. سيري لالا سيد. لطيفه لطيفه نديرو جا عندنا شي حد وشاف البنت في ديك الحاله اش غادي يقولوا علينا؟ انت ما كيهمك حد اللي كيهمك هو راسك بغيتي تشوفها وتعمر بها عينيك هذيك هي اللي ما غاداش تكون لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عاوتاني غنبداو من جديد. عرفتي ديري انت اللي بغيتي في هاد الدار. عرفتي علاش؟ علاش؟ لان انا شريويطه. هاي
ماما فكرتيني فين بابا؟ بابا كان لابس 60 كشيفه باش عاد بغى يمشي للقهوة. عرفتي ما خرج حتى حمقني عاد تهنيت. ماما والله الا حشومه عليك حشومه عليك. عرفتي يا بنيتي قهرني ملي كيصبح الصباح هو كينقر. واصبري معايا شويه كيسحب لي غير انا اللي مخده مع الراجل ساعك حتى انتي. لا 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 عرفتي راه الصبر ولا ضبر بزاف. عرفتي الراجل سعر كثير شي من اللي عطاه الحانوت الخاك خالد. ويلي 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 استغفر الله العظيم. عرفتي جا السعر ولا غادي وكينقر. لا لا يا ماما شي هذاك الحانوت ما كانش خصو يعطيه لخالد بابا بصحيحته ومازال فيه ما يخدم. قلتها له قلتها له لالا كنقول لها المكي خرج شويه سير فوج سير الجرده سير القهوه هني راسك وهنيني معاك والو على الاقل يمشي غير الباب الحانوت اللي جلس فيها. واش يا ماما اللي كينوض الصداع هو هذيك الجلسه في الدار وقلت الشغل هذاك الشيء هو اللي كيجيب المشاكل. هو خليني من راسي دابا قل لي اش درتي مع هذاك خيب الصفه ديال راجلك؟ عرفتي يا ماما صوبت له شغاله مع الخدامه. قلبي واسمعي شديتها يا ماما وخبطت فيها في قولها لي ولبستها يا ماما واحد دربانه. عرفتي رجعتها شوها شوها ما فيها ما يتشاف غير هو يا ماما شافها وهو يتغلى. واسمعي اش قال؟ قال لك لا لا حقا ما حقا يجي شي واحد عندنا ويشوف الخدامه بداك الشوها غنصحوا حنا اللي عايبين. قلت له سقط ضرب عسقلا. ايوا 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 بنت امك الله يعطيك الصحه عبرتي عليها. بالحق ماما بقى واحد الحاجه. اما هي قولها. سميه. مال سميه؟ شفتي يا ماما هو قال لك لالا سميه الزهره كتجي حلوه وخفيفه في اللسان. لا تكبروا عطي شي سميه خيب منها. وراك الشيء اللي لقيتني كنفكر فيه. لقيت واحد السمية. قولها شنو هي شنو لقيتي؟ نقولها لك ولكن والله الا حشمت منك. ويلي على حشومه حشومه راه هي مرت الشيطان. قول قول اش لقيتي سمعني. وعندك تقلقي مني عافاك يا ماما. ولي. ما غنتقلقش يا بنتي غير قول. شتي يا ماما هو سمية وحده اللي كيخاف منها وكتبرد له الماء في ركابي. اشنو هي قولها قولها ونسميوها حتى حنا. مالك كدير لي هكاك بصبعك اشنو انا ما فهمت والو. سميتك. سميتي انا كيت وتشوابي ليه لا يتكبروا. انا بزاف عليه حامضه عليه. ايوا سميت خديجه اللي ما عندوش في الدار يكتبها في الحيط. ماما عافاك ماما الله يعطيك السر. وشوفي الا كنت عزيز عليك الله يعطيك السر ماما وسلفيها لنا غير شهر. واش غنقول لك قولوا لا خدوج واخا ما تستاهلهاش. ربي يخليك ماما ربي يخليك لي يعطيك السر. اهلا سحر كي داير؟ فين تغبر اخي توحشناك. موجود غير ما كنتلاقاوش وكنت باغيك والله الا جابك الله. نعم سيدي. شوف عفاك الله يخليك واحد البنت راه ولات عندنا في الدار الا جاتك على شي حاجه اعطيها ليها بحال كدير معنا. وعليها السي عبد اللطيف كاع اللي جات من جهتك سمن وعسل. تتسني خويا شي حسيب ياك. لا ما تنساك والو تنساك الا الخير والاحسان. لا واه الا باقي عقلي ينفعني طلب الاخر ما خلصتولكش. وي الله يديك السي عبد اللطيف اسيدي ما تنسالك والو غير كون هاني اش تنسالك. لا 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 سيدي عافاك الله يخليك السي حامد راه قالوا عافاك الحساب صابون شحال. عبد اللطيف حنا ما بيناتنا حساب. شد سيدي شوف تهلا لي في راسك وسلمي على مولاي الدار. يلا تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. لطيفه؟ نعم. هذا حامد جارنا اللي كيجيب لنا السلعه واش كيسالنا شي فلوس؟ ايه كيسالنا لحقاش هاد الشهر خديت ما عنده شي حاجه. العجب علاش؟ دابا انا تلاقيت معاه في الدروج قلت له واش كيتسالنا شي حاجه؟ قال لك ما كيسالش. هو يكون غير نسى. نسى؟ هاد غير نسى شي حاجه لطيفه. وشنو زعما؟ واش غنقول لك الله اعلم انا مزوق فيك خوك فيه الجوع تقيني. واخا بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن لا ويلي على ماما هنا الا لا كانت غادي تكون محشيه في الكوزينه خدو جيبي العشاء واخا لالا اجي يا قلتي لي سميتها الزهره حتى انا كنجلس حابلي سميتها الزهره وملي شديتها وبقيت كنبحث فيها نبحث قالت لك غير بغات تسمي راسها الزهره ولكن شنو خصنا نعيطوا البنت بسميتها الحقيقيه مسكينه عائلتها ما لقاو ما يسميوها غير سميت خدوج وعلى مالها سميت خدوج ماشي سميت ماما ترى هذا هو المشكل شنو المشكل لا دابا اللي بغيت نقول لك راه ما تفهمناش انا ما فهمت والو ولا كذبتيني ها هي سولها اجي انت اجي سميتك سميتي خدوج ياك ارتاحيتي بقيتي على خاطرك خوك شراويطه هما هما دابا خرجوا ايمان راه ناعسه ونمشي بالزربه نبدل عليا حوايجي ونخطف راسي نشوف خالتي واش جات ولا باقي زهره فين هاد الغبون هادي شحال هادي بقيتي شتك انا غير في الدار ما عندي فين نمشي وعلى زعما ما تخليكش تخرجي حاصراني في الدار ولا خرجت يا ايمان بقى يا اما عندك عندي ولا شحال هادي ما شتك وشحال هادي ما جيتي تاخذي معدي السلعه خليني دابا راني مزروبه اجي ياك ما غاديش يبقى صعيب انا نوصلك لا غادي نمشي بوحدي غير الله يرحم والديك الا شتي وما تقول لهم راك تلاقيتيني والي والمهم ما تخبريش الزهره لاباس شريفه لاباس اللهم لك الحمد عاود جيت تسولي على خالتك وجيت تشوفها واش رجعت ولا باقي ايوا طولات وماشي عادتها هذه وعلى ما بان لي واقيلا مشات عند بنتها اللي في طنجة وانتي فين غبرتي انا مابقاش عند الحاجه خدوج وليت عند لاله لطيفه بعدتي والحاجه خدوج رغباتني نقسم على لاله لطيفه كيف عارفه عندها البنت صغيره وهي خدامه ما عندكش علاش ايوا سعدالاتها هي بعدا لقات لي حل المشكل دغيا وقولي لي بعدا كي دايره مع ديك العائله وخلع الله وخلاص لاله لطيفه قاصحه شويه كنت شوفي كي كتعاملني في الدار بطريقه غريبه حتى من اللباس كتبدلوا لي انا خرجت سرقه هكا وصافي سبحان الله العظيم بحالها بحال امها ايوا انت الله يرحم والديك كتبان لك خالتي قول لها راني كندوز نسول عليها ديما واخا كوني هانيه عين سمع حسها ونقول لها لا تخلط عليك ايوا انا نمشي يا حبيبه بسلامه ايوا لا واه ماشي جيتي لهنا ما تشربيش الكوزيالات والله لا راني مزروبه راه غير كنت خارجه نقضي شي حاجه وقلت نجي نسول على خالتي وخلاص ايوا واش غنقول لك الله يكون في عونك مع ديك العائله وخلاص هو غير دعي معايا ايوا الله معاك بسلامه الساعه عبد اللطيف نعم دير في بالك ان ايمان غادي تبقى معك لحقاش انا والبنت غادي نخرجوا نتقداو للعيد ما بقى قدامي غير غدا غير نتوما ما تعطلوش عفاك ايوا ما خفاكش العواشر هادي راه غادي يكون الزحام ماما ديني معك لا بنتي غادي تبقاي مع باباك نتي بنيتي غتبقاي معايا وغنجيو نوريك ان شاء الله القهيوه وشري لي الشكلاط ها شيك الشكلاط ما نشريش الشكلاط انا نشريك الشكلاط والشكلاط وعاوتاني الشكلاط انا مشيت انت ما تعطلش عفاك واخا لا بنيتي ما قولي باش نخرجوا دغيا هاديك حليبة مرحبا عطيني الله يخليك واحد الحلوة ديال اللوز كيلو وديال كوكو كيلو ونص هو الأول لالا هو الأول لالا بقى خاصك شي حاجه اخرى صافي شحال حسبتي عليا 230 درهم قولي لي لالا نعم هاد السيده هادي اختك علاش كتشبه ليا ايوا شبيهه شي شويه انما اش انما العوينات الله يحفظهم وخلاص داكشي باش هربنا باش طحنا الله يبقي ستر ما بقى عندكم شغل ياك ما تقلقتي يلا فحلنا Thank you.
شحال مغياره. دي داكشي الكوزينه ما خرجتوش؟ خرجنا ورجعنا. انا نبدي مشيت للقهوه وشربت الموناده. شربتي الموناده وشري لي حتى الشكلاط. اي على الشكلاط وقلتي بنتي قلتي هل اللي شغل نقول لك برافو عليكم. انا راه غير هذا الصباح خرجت لي العقل. ايوا شتي شتي على تمارا كنضربوا مع الدراري. ماما شريتي لي معك شي حاجه؟ درتها قداش نسيتها بنتي والله الا نسيت. عجبني انت عندي انا اجي عند باباك الزويول انا اللي غنشري لك الحاجه وما غنساكش. شتي يا ماما بابا ما كينسانيش. راه غير بغى يخصمنا غير بغى يخصمنا. خدوج حلي الباب. بخير. لا لاباس. اش بغيتي؟ بغيت نشوفك. اش تشوف فيا؟ اشكون؟ قول لي اش بغيتي نقول لها. ها تنضحك معك. قولي للاله لطيفه بينك سالي وسطاتني اللي راه موجوده. مع من كتهضري؟ هذا السي حميد جارنا لاله لطيفه. سي حميد؟ اهلا. اهلا بخير. لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك. سيري. امدرا جاتك السلعه على شوصيتك؟ هي موجوده لاله توصلت بها هذا الصباح هذا. ها؟ سلعه جديده وطريه. لا لا لطيفه الله يهديك. واه الا ما تهليت فيك انت فين غنتهلا. شوفي غير كوني هانيه السلعه فريشكا غير صيفطي معايا شي حد ياخذها. واخ خدوج. نعم لالا. سير جيب معاه السلعه من التحت. واخا لالا. صافي تمشي معايا. يلا شتي هادشي كامل درتو غير باش نشوفك. شوفني ياك عشتيني الصباح ولا تبقى غير تشوفني؟ راكي عزيزة عندي ما عرفتش كيفاش تخطي لقلبي. مسكين دغيا دغيا تخطي له قلبه. شنو زعما ما تخطيش فيا؟ سربي سربي عطيني السلعة نمشي بحالي. واخا لالا. باش تعرف راسك بانك عزيزه عندي. يلا خذي. لا لا يخطيك. سلام. سلامة. جيتي؟ انا شو داكشي اللي جبتي؟ وحطها مع الصخره اللي جبناها من السوق. واخا لالا. بلاش بلاش بلا ما ترتبي سيري لبسي حوايجك حوايج المعلومين وديري النظر اللي شرينا. واخا لالا. جيبي الصينيه ويجي تبعني للصالون. واخا لالا. شاش وقع؟ هادي ما تكون غير الغزالة ديالنا طيحت السينية ذاتها. كيفاش وقع هادشي؟ السينية ديالها تي طاحت ما شتاش بعد النظاظر. النظاظر؟ شكون لبسهم لك؟ لا لا قالت لي لبسيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واش عباد الله أنت ملبسة المرأة النظاظر ديال الشمس في وسط الدار وبغيتيها ما طيح الصينية؟ إوا صافي بغيتي أتاي حنا غادي نصوب واحد آخر. وأنا ختاش غنشرب هذا أتاي ختاش غنشربو؟ ختاش؟ راه اللي داير فيك عقلو غيتسطى. حيدي اجي. ما جايش. اجي. لا لا تجيني في الراس غير بعدي مني. هنيتينا عجبك الحال؟ بقيت على خاطرك؟ سمحي لي ما درتش. صافي سيري 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 يلا 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 زيد زيد زيد. اختي لطيفه مالك؟ يا اختي راني غادي نحماق ما غادي يدوز عليا هاد الشهر حتى طرا ليا شي حاجه. الخدامه ياك هي على كاين شي حد من غيرها. ومالك على حالك صيفطيها وتهناي. ويا صاحبتي كتقولي صيفطها بحرك ما عرفاش الظروف رانا مضطره صاحبتي. اشي وعلاش داركم ما جاوش يجلسوا معاك هاد المده؟ بابا الله يهديه قالك ما كيقدرش يفرق دارو. بغيت غير نعرف اش مقلقك هاد الخدامه. صاحبتي رانا خايفه من الراجل على ما سمعتيش هادشي اللي طاري. هذا هرب مع خدامته هذا تزوج خدامته وراه هادشي كيخلع. علاش معمره راسك بهاد الهضره؟ على زعما هاد الخدامه كاع احسن منك. واه هي ماشي احسن مني ولكن المخليه زوينه عاطيه العين. مالكم جالسين هنا؟ ما كاين ما يدار.
ياك ما عاوتاني موضوع الخدامات. ايوا موضوع الخدامات اللي كاين الله يخليهم. تانتيا في الحقيقه انا قررت نبدا ندير شغل داري كله بيديا ونتهنى من هاد الخدامات كاع. في نظري المراه خاصها تعري على دراعها وتقابل شغلها بيديها. يا صاحبتي كتهضري بحالك ما فاهماش الظروف، كتهضري بحال التلفزيون. واش غنقول لك؟ الله يحسن العوان. شتي هذيك الخدامه اللي عندي قبل ما تفيق من القلبه وتحس انني غايره منها ونمشي نحيد لهذوك حوايج الريكلام. عندك الحق، بطلوا علينا هذا الموضوع، خلينا نمشيو نشطوا شويه. والله الا عندها الصح. مالنا اختي على هذه المشاكل؟ الخدامه ترى مشاكلهم ما تتقاداش. يلا اختي نمشيو نشطوا مع راسنا. وفين غنمشيو؟ نمشيو نقلبوا على خدامه. مسا الخير لالا. مسا الخير. ما جاش عبد اللطيف وايمان؟ لا باقي ما جاش. شوفي سيري الله يخليك حيد عليا هاد الحوايج وحيد حتى داك النظاظر. واخا لالا الله يكثر خيرك. ما على راحه. كنت دايره لي الغمه بهاد الحوايج. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كتيني دخلت صح. ايوا على سلامتك لاباس. طوال رجليك. ايوا كتعرفي ملي كيكون هذاك خيب الصفه هنايا عرفتي كنقول نشد تقاري عندي. حرام عليك يا ماما واجي غير على قبل ايمان. ايوا ايمان واخا وليني راه جني جني ما كيحملش يجنو. اجي 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 والله لا توحشك. توحشك الخير والربح. جلسي قلي. نعم. كيدايره مع هذاك خيب الصفه ديال راجلك؟ ما بقيتش كنديها فيه، غنبقى النهار كامل وانا كنت ناقر معاه غنجيبها غير بصحتي. درتي خير. قل لي وهاد المصبوغه ديال الزهره كيدايره؟ لا لا يا ماما غزاله ما كتخلينيش نحط يدي في الماء، كون شتي شنو دايره مع ايمان. لطيفه يا بنيتي ردي بالك عاودني منك. لا لا ما تخافيش انا من داك الناحيه كوني هانيه، كون شتي هاد اللطيف ما مخليالوش فين يتفافى. وعرفتي شنو؟ شنو؟ علاش جيت هاد الصباح خطفت رجلي وجيت. علاش يا ماما؟ خالت الزهرة مالها؟ جات لي عندي كتسول فيها. وشنو قلتي ليها؟ قلت وعرفتي ماما وعرفتك باقا محتاجة بها، قلت لها راهما سافروا جميع مشاو يفوجوا على قلبهم. ربي يخليك ليا ماما ربي يخليك ليا، غير خطك عليا. وعرفتي غير انتي اللي بغيت نوصيك عليه، لا تخليها شي تزهق بوحديها. لا 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 انا من داك الناحيه كوني هانيه ما كتخرج غير معايا ماما. وعرفتي عندك انت تجي تسول فيها وتوريها الدار. ابدا ولي مالي انا حمقه. والحصل انا غادي نمشي دابا. ويلي ماما عاد دخلتي؟ لا ويلي مو بك راه كيسايني. وغير كزدتي. لا ابدا خصني نمشي بحالي. واقع مالك شنو؟ ما تعطيني حتى حويجه. ويلي ماما والسيمانه اللي فاتت عاد عطيتك. ايوا واخا دابا حتى السيمانه الماجه ان شاء الله. وسلم على ايمان. سلم عليك الخير. سلامه. لا سي حميد هادشي ما عندي ما نقول فيه راجل. ايوا الا حشينا سي عبد اللطيف. نعم اسي الله يخليك بغيت نتكلم معك في واحد الموضوع. اه على الحسيب. لا اش من حسيب الله يهديك. انا بغيت نتكلم معك على حاجه اخرى. تفضل سي حميد تفضل. زعما في الحقيقه ما دايرهاش مني قلت الصوالح. غير تفضل. انا بغيت نتكلم معك غير عليك البنت عندكم في الدار. ماذا كتعرفها؟ لا انا في الحقيقه ما كنعرفهاش. هي هما لا؟ زعما كما تيقولوا لا حياء في دين. نعم. زعما جيت على خاطرك بغيت نتقدم نخطبها. سي حميد هاد الهضره هادي ما بغيتيش تقولها ليا انا، خصك تقولها لدارهم. ايه انا عارف ولكن غير زعما قلت حيت انا ما تعرفش دارهم وهي ساكنه عندكم، واش ممكن زعما انتم تدخلوا ليا؟ شوف الوحيد اللي يمكن يفك لك هاد اللغز هي لطيفه. ياك مزيان حتى هذا حل. واخا من واحد شويه نطلع عندكم الدار ونشوف مع لاله لطيفه. هي انت ما تعطلش مع اختها سنة تما لان سنة اخت لطيفه هي اللي كتعرف. لا انا دابا جاي دابا واخا سيدي دابا جاي. انتوما هنا انا جبت لكم خبيره جديده.
اش من خبر عاوتاني؟ حامد جارنا قال لك لا بغى يتزوج بالبنت اللي عندنا. جارنا بغى يتزوج بيها؟ اي هلا لا شافها وعجباته ولقى البنت مأدبها ورزينها ودقيقنا وبحياها. ايه تستاهل مسكينه، الله جاب لها الله رزقها حتى لعندها. وانت اش دار لك لطيفه؟ ايوا هادشي ما كانش على البال. المهم انا اللي عليا انا قلتو، وهو من دابا شويه غيجي وراه خصنا نعلمو خالتها، واخا انا ما كنظنش عبوش غادي تقبل. لطيفه كاع هذوك المخططات ديالك انت وماماك طاحوا لك في الماء. شتي انا وماما عارفين كيفاش نسلكوا راسنا، كاع ما تخاف علينا. انا بعدا الحمد لله انني الله مصدع هاد الخدامه. ايوا صدعك انت جايبو راسك، انا بعدا كانت عاجباني ولكن بلا ما نضيع على سعدها. ها هو جا. لاباس؟ لاباس الحمد لله. شنو بغيتي علاش جيتي؟ بغيت لاله لطيفه. قول له يدخل. زيد. السلام عليكم. اهلا استاذ لطيف. اهلا. لاباس عليك؟ مرحبا تفضل. بخير تفضل. لاباس عليكم؟ لاباس حامد لاباس. لاباس الله يبارك فيك. كيداير انت؟ الله يبارك فيك الحمد لله. المهم سي حامد. نعم اسيدي. داكشي اللي قلتي لي انا راه وصلت لها وهي قدامك. ياك اسيدي. ايوا لاله لطيفه اش ظهر لك؟ انا راه ناوي المعقول واستاذ لطيف جاي باش نتشاور معاك. ايوا هي في الحق اللي خصنا نتشاوروا معاها هي خالتها. ايوا ما قلتي حتى شي كلمه ديال العيب. عطوني العنوان ديال خالتها ولا نمشي عندها. وعلاش غتمشي حتى لعندها؟ اسيدي حنا غادي نعيطوا لها تجي حتى لهنا وديك الساعه نتفاهموا معاها. اللي درتو انا قابلو ما كان حتى مشكل، ولكن وقتاش غتجي خالتها؟ باين لي زربانه السي حامد. المهم هي غادي تجي يا سيدي. قول لي اختاش غادي نصيفطوا لها سناء وتقولها لخالتها وغدا تجي هي وماما. ايوا الله يجيبهم على خير. غدا تكون واجد؟ انا واجد حتى من دابا، انا موجود ما كان حتى مشكل. ايوا سيدي الله يجعل كلشي مبارك وسعيد. امين امين. وعندها الزهر. لا 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 اللي شافها كتعجبو. ايه مسكينه وما قاست معاك انت واختي لطيفه من نهار شفتوهم نتوما شادين معها الضد. ها هي دابا غادي تمشي وتهنيكم. ايوا دابا انا عاد غادي نتهنى الله وترجع ليا قانتي ويلي كانت خلعاني. المهم عندك تنسي ما تقوليها لخالتها، راه خصها غدا تحضر عند لطيفه اختي. ايه استغفر الله حريره هذيك ديال خالتها. عرفتي ما عنديش الوجه باش نتلاقى مع هذيك المراه. قلتها لك ماما، قلتها لك وما بغيتيش تسمعي ليا. ها حنا وصلنا لها دابا وصافي. صافي يا سناء اللي عطى الله عطاه، مات الحوت وصلى عليه الخل. واشنو المعمول دابا؟ شنو المعمول؟ غنمشي عند خالتها ونقول لها جيت تشوف بنت اختك الا بغيتي تشوفها، راه ما رجعوا من الصفر. تبارك الله عليك كلشي عندك ساهل ماهل، داغي داغي كتلقاي الحل. المهم هاد الهضره ما تقوليهاش لها اليوم، خلي حتى لغدا. انا لاش بيني وبينها نقول لها ولا تقول لي؟ انا غادي نقبطها ونديها الباب دار لطيفه ونتهنى. ماما حرام عليك ما تقوليش غتخلينا مع الناس بوحدنا. ايوا اش غنقول لك، الصبح يفتح مدبرها حكيم. يلا لقيتي مين طالع عندك؟ لا بس لا ما كاين بس. انظر استاذ لطيف تكلمتي لي مع خالتها؟ راه في راسها وفي العشيه ان شاء الله تكون هناك اتفقنا. ان شاء الله اسيدي ما عندي ما يتسالكم، عندكم كلمه واحده. شوف اللي عليك انت اجي في العشيه ان شاء الله وجد راسك مزيان باش تهضر مع خالتها وتفاهم معها باش داكشي يتم بخير وعلى خير ويكون حسن. اسيدي انا موجود حتى من دابا. ايوا ضرب الحديد مع حد اخر. اسيدي الله يخليك عليا حتى انا مشيت يلاه نوجد راسي. قلتي والبنت راه خالتك غتجي اليوم؟ قلتها له. دابا تلقاها مسكينه فرحانه في نهار واحد غتشوف خالتها وغتخطب. لا لا ما ظهر ليهاش فيها فرحانه ملي قلتها لها وهي غير كتخمم. هي كما بززتو عليها الراجل. ويلي وشكون غادي يبزز عليها؟ ايوا شنو اللي غيكون مخلقها؟ ما عرفت من سمعت الخبار تبدل فيها اللون. عرفتي اش غديرها؟ لا صافي الله يخليك خليوها على خاطرها، اللي بغات ديرو ديرو. بعد انا هاد الزواج راه جاني مزروب. يا لا لا اللي عليها بغاتو غتقولها، ما بغاتوش الراجل ما يبقاش تابعها. ايوا بلاتي نشوفها بعدا هي شنو بغات. عرفتي اش غديري؟ نوضو وجدو داكشي اللي غتحطو للناس ومن بعد يكون خير. ايوا توجد حالو ساهل. الله الله الله
زيد الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اخيرا الدار داركم. الله يبارك فيك. مرحبا. مرحبا تفضل. الله يبارك فيك لاله لطيفه. ايوا انا شقيتي راسك. ايوا انتما مويا الخير، هذه غير واحد الباروك ديال العروسه وخلاص. شكرا. تفضل سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. تفضل اخويا تفضل تفضل وجمع لي راسك. مالك اخويا حشمان مالك تشجع؟ ولا واه ما عنده لا شي حشم، داركم هادي. بارك الله فيك لاله لطيفه. وبيني وبينك الزواج راه ما هو عيب ولا حرام. الله يكثر خيرك السي عبد اللطيف، وسمحوا لي شقيتكم معايا. لا لا ما كاين حتى شي شقه. ها هما جاو. اها ماما هادي. لاله خدوش لاباس؟ لاباس. فين هما هادو؟ هما في الصاله. كدرتي لاباس؟ لاباس بنتي. توحشك بزاف يا خالتي. توحشك الخير والرباح. سمحي لي يا بنتي جيتي عندي للدار وما لقيتينيش، قالت لي الحاجة. جيت بزاف المرات. قول لي كيف دايرة أنت وكيف دايرة مالي الدار؟ لاباس لاباس، زيدي دخلي عندهم الصالة، زيدي دخلي. بسم الله. فين خالتي؟ فين يا عبوش؟ مرحبا مرحبا بك. بارك الله بنتي، اش اخبار لطيفه بنتي؟ لاباس الله يبارك فيك. مرحبا بك. بارك الله فيك. مباركم سعود. الله يبارك فيك. ماشي معاك، انا كنهضر مع الراجل المسقد. ماما نعم. جلسي جلسي. واخا انا نجلس. لالا عبوش كي دايره؟ ربي يخليك. كيف دايرين نتوما؟ الحمد لله. لالا عبوش. لالا عبوش هذا السي حميد صيفطنا عليك على ودو. على ودو؟ وشكون هو هذا السي حميد؟ عبوش تأناي، هما غادي يقولوا لك شكون هو السي حميد وعلاش جا. انا في خبراش بلي جاي نخطب. تخطب؟ وشكون اللي غادي تخطب؟ هو لالا عبوش ما كاين ما يتخبى، السي حميد جارنا، راجل طيب وولد الناس. الله يعمرها دار، هادي شحال من عام هو ساكن حدانا، عمرنا ما شفنا عليه شي حاجه خايبه. ولكن انا بناتي كلهم زوجات مع اللي ما نعطي. ويلي ويلي يا عبوش الله يهديك، غادي يخطب منك بنت اختك. بنت اختي؟ هي لالا عبوش الزهره. الزهره الزهره. اي لالا عبوش الزهره. الزهره الزهره. اش بغيتو عندها؟ الزهره غادي نزوجوها لحميد جار بنتي لطيفه. ولكن يا حبيبتي راه بنت اختي مزوجه وعندها وليداتها. مزوجه؟ قولي انت واش مزوجه بصح؟ الله يغصبك انت مزوجه ما تقولي لنا شيء. ما كيسحابليش هاد المسألة كتهمكم، وزيدون ما جاتش الفرصة فين نقولها لكم. ولي استغفر الله، علاش ما تقوليش للناس بلي راكي مزوجة؟ خفت نقولها لهم ما يبغوش يخليوني عندهم. ملي جيت عندك أخالتي وما لقيتكش ما بقيت فين نمشي. كان عليك تقوليها لنا. إيه كنتي تقوليها لهم. وشوف البنت مزوجة وما قالتها ليناش. أجي